يقول السائل: هل يجوز لصاحب البيت إذا أتى عنده صديقه وزوجته أن يجتمع على الطعام في سفرة واحدة؟ نعم. يقول: هل يجوز لصاحب البيت إذا أتى عنده صديقه وزوجته أن يجتمع على الطعام في سفرة واحدة؟ ما ضيق الله عليكم بهذه السفرة، اجعلوا للنساء سفرة واجعلوا للرجال سفرة، وينعزل الرجال عن النساء، والحمد لله. نعم.